خدمه يا كلبي. يعني كيف ما هذا؟ ليش ما هيك بنطلونك مقطع موصل مرك؟ ما كان ركعت لك اياه قبل ما تطلع؟ ما بدنا نلبس على الموضه بنت الحلال، روحنا على ترامب لابس قماش، القماش بيعمل لي كفه يا بنت الحلال. هذا حلو مع كندره هيك بلاستيك وفيزت اورنج، بطلع اخو شيلين علي الطلاق الا ياخذوني غاد عندهم على الهذا. ميه بس صح له، بس صح له وبنته العوجلوكه. اسمع يما، وهذا مخليه له عشان بلاش يكون بيشتري قديم، قلت هذا ببين بصير اعمل له هيك. اي والله يما الكالب غالي، والله تلبس بكيني الا أيوه. تطلع شكفه ما شاء الله عنك، شار جديد. اسمع يما، هي شوف شو حضرت لك، حطيت لك هذه جبنه بيضه كبست لك اياها، اما بتقول لمرت عمك ترامب يعني قصدي حماتك، بتقولها امي بتقول لك وسلكيها اغليها قبل عشان الاميبا ما تنسهلش. انا نقضيها في بيت الخارج قاعدين، وهي حطيت لك شويه ملوخيه خضراء وشويه خبيزه عشان بتحبها، وزيتون واوليف جوس. شو هذا زيت زيتون بلدي. طب امي ما هذا بيعملش شو اسمه تاثيرات؟ تاثيراته منيحه، تاثيراته كويسه. بدناش نفضح الواحد. لا اقعد كله هذا جاي من الوطن العربي مش نافع. اشرب اشرب من الوطن العربي كله مش نافع. ولك سبع من ظهر سبع. اسمع، وجبت لك هي قميص نوم لمرتك عشان عروس. شوف محلاه والله يما، برد الروح ويفتح النفس. بدأ ترقص لي على سجل يا قاضي سجل، واخذوني خطيفة واخذوني خطيفة. وهذا الروب هيك بتبقى تحطه على حالها الصبح بعد الحمام، بس بكون تكون انا بفعلها بالهذاك عشان ما تبردش يما. اسمع اسمع، علي الطلاق طل علي، فهم مرتك كلها انك انت بتريد، عشان هيك بعثت لها جوزين مخدات كلها يوم يوم بتغيري بوجه المخده. مش بريل يا بنتي، عشان انك بتريل. انا بريل 100 شغله في هذا. مش منيح. مش منيح الدم. الله يعينها، علي طلاق الله يعين. المخده عليها رياله، مش منيح. الله يعينها. اه والله، اسمع يما، الله يرضى عليك، بدير بالك على حالك يما. توكل على الله يما. ضلك دايما دايما اطمن اطمني عنك. والله يما بتعرفي بدي اقول لك شغله. ها يما. يابا شو راح اشتاق للوطن. ماسك انت والله ما بدي اعيط قدامك، بديش تسافر وتشوفني بعيط يما. ولادي بكي يا ورود الدار اللي غديه بغيابه، ولما يعود من المشوار دير بالك على حالك يما. الله يرضى عليك. والله ريحتك كتلتني شو بايظ علي الطلاق اللي تسلمه ما انت متحممه. نطت رجيحه كالناس ذهبت. ويا اختي مسكحك يا رجيحه، من وقت ايش عندك ذهب انت يا اختي؟ ما انت كنت رعيان عندنا في بيت جبرين، شو ناسيه؟ وبلش لك فيها شراريط. المهم نطينا مين اللي الحبله؟ سهيله. وقلنا لها يا سهيله ما انت جايبه اربعه؟ جايبه اربع بنات يا سهيله، وهلكتي تلدي في الطريق. وبدايه يا جماعه الخير، يا هالعرب يا هالعرب، دكتوره بالمره بدها تلد الها. قلت لهم بسيطة، وين الولد شاكر؟ أوبا هاي سحبناه. نطت قال ايش الحبل السري؟ ايش يعني الحبل السري؟ طب ما هو الحبل السري، هو الحبل السري مغيطة هذا. قلت لهم وين الحبل السري؟ قالوا لها الحبل السري مسكته عملت هيك هاي قطعنا خلصنا. نطت قال انت ال يعني انا جاي هنا، قال ايش بيقولوا لي انت مع ابو احمد داير انت وابو احمد من قهوة لقهوة، بتحكي تنكل السفارة. طب ما تنكل يعني انت ابو احمد، ما ابو احمد عميل انه مش عارفين، ما كان يسلك الجنطاط حرامي حرامي كوشو يعني. قال بقولوا انه بقول لي قال انت قال له ننقل السفاره من الشرق للغرب ولا شرقيه على يعني من اللي هو. طب ما تنكل، ما لا يقصر ما لا يقصر حرام يا حتى حكى شيء ما يروق كله. وغزة ما انتوا حركتوها وفلسطين وظاهر فلسطين علي الطلاق ما في دول وظاهر بالغرب اخذ راحت الشطبه. بس السفاره لا، ما انا بقول لك السفاره لا، لانه احنا علي الطلاق الا نغير كل بروفايلاتنا على الفيسبوك صوره فلسطين وهتلحق.